صباح الخير عليكم، وعاملين ايه؟ يا رب يومكم يبقى حلو وابقى كده مصدر كده حاجه لذيذه في اول يوم عندكم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بحب لما اصحى الصبح اضحك واتبسط في وش الناس، نازله شغلي، نازله الجامعه، نازله اي مكان، ما بقاش مكشره مهما كان عندي ايه، لا انا بضحك علشان يومي يبقى لذيذ. لو كشرت في اول اليوم خلاص يومي كده باظ، ويوم اللي حواليا شافوني كده شخصيه كئيبه، فلا انا مش عايزه ابقى شخصيه كئيبه. طيب دلوقتي كم حد بيبقى نفسه يصحى الصبح يعمل فطار بس بيبقى مستعجل قوي؟ انا هقول لكم وصفه حلوه قوي، لو سمعتوا اسمها هتقولي لي لا يا منى طبعا ده مش وصفه حد مستعجل، ده وصفه حد رايق قوي، بس هقول لكم لا وهتشوفوا هي سريعه ازاي. وصفه بانكيكس، او زي ما سمعتوا كده، بس بانكيكس حادقه مش حلوه، انا بحبها قوي وهي حادقه. طيب الناس اللي بتعمل دايت هل تقفل خلاص كده مش هتسمعني؟ لا، انا عامله وصفه بانكيكس صحيه ووصفه بانكيكس عاديه للناس اللي ما بتعملش دايت. تعالوا كده اوريكم الانجريدينتس اللي معايا ايه. طيب معايا دقيق ابيض عادي، ده للناس اللي ما بتعملش دايت، ودقيق الشوفان للناس اللي بتعمل دايت، ده كويس قوي بيشبع جدا وطبعا صحي وكويس، ما بيتخنش زي الدقيق الابيض العادي. معايا هنا جبنه قريش وجبنه عاديه للناس اللي بتعمل ما بتعملش دايت، ماشي. معايا بسطرمه، تقدروا تبدلوا البسطرمه باي نوع بروتين انتوا عايزينه، سوسيس، فراخ، اي حاجه انتوا عايزينها عادي. جبنه مبشوره اي نوع برده انتوا عايزينه، فلفل الوان بيبقى خلي الطعم حلو قوي وفي فيتامينز حلوه قوي قوي، وفي كمان مشروم وبيض. معانا بقى لبن، ملح وفلفل، بيكنج باودر وزبده، وهنحط رشه سكر كده. فيلا نبدا مع بعض فطار المستعجلين، هتشوف ان هو هيتعمل في دقيقه بجد، بس طبعا مع الرغي اللي انا برغيه ده هنطول شويه. طيب نبدا بقى اول حاجه كده، هنعمل البانكيكس العاديه مش الصحيه. نحط مثلا معلقتين، انا هعمل الاثنين في نفس الوقت عشان لما نيجي نحطهم على الطاسه على النار يبقوا الاثنين جاهزين معايا. هنا برضو معلقتين من الدقيق الشوفان. الاول هنحط الحاجات اللي هي الناشفه، بعد كده نبدا نحط الحاجات اللبن بقى والبيض والكلام ده. هنا بيكنج باودر، هحط معلقه صغيره مليانه. هنا نفس الكلام، معلقه صغيره مليانه. طيب بما ان كده الوصفة انتوا خلاص عرفتوا انا هعمل ايه، فخلوني ارغي معاكم شوية في حاجة لذيذة، وهي ان انا لما بنزل question على انستجرام واسألكم فيه تحبوا نتكلم عن ايه النهاردة في الفقرة بتاعتي، فانا بصراحة البنات بتفيدني قوي، عشان كده انا قلت اتكلم في موضوع انتوا طلبتوا مني. وهو ايه بقى يا ترى؟ هو ان الناس اللي بتخاف وبتتوتر من اي حاجة جديدة. ايه يعني ايه اي حاجة جديدة؟ يعني اي حاجة جديدة بتبقى داخلة عليها، شغل، جواز، دراسة، اي حاجة بتتوتر وبتخاف وبتفقد حلاوة الشيء اللي هي داخلها من كتر الخوف والتوتر. انا هكمل معاكم حالا الرغي، بس نخلص بس الحاجات دي وبعد كده اكمل معاكم رغي على طول، عشان الموضوع ده مهم قوي ونفسي اتكلم فيه من بدري، عشان الناس بجد بيصعبوا عليا. يعني مثلا واحده تبقى حامل، هي طول 9 شهور مرعوبه، هي مرعوبه ما بتفكرش ثانيه واحده ان هي تتبسط، تفكر ان هي ده بيبي جاي وابنها ولا بنتها وحاجه لذيذه وحلوه قوي، ربنا يرزق الناس كلها يا رب. ما بتفكرش كده، بتفكر بس ان انا مرعوبه، انا خايفه، فطول فتره الحمل هي مرعوبه، فمش مستمتعه بحاجه لانها مرعوبه على طول. طيب دلوقتي بقى جت وقت البانكيكس اللي هي العادية مش اللي بتاعت الدايت، هحط فيها بقى جبنة مبشورة براحتنا زي ما احنا حابين، مش لازم بقى حاجة تبقى للدايت. بس على عكس كده في البانكيكس الصحية هنحط حتة جبنة قريش حلوة. البانكيكس دي بجد اكتر الحاجات اللي انا بحبها، انت مش فاهمين بتشبع ازاي، بتشبع قوي. طيب هنحط شوية لبن، صدقوني انا عشان برغي بس فالوصفة تحسوها بقى كتيرة وهتقعد وقت كبير، بس لا هي مش كده خالص. البانكيكس بتبقى يعني مش قوام الكيكة، بتبقى ادخن شوية، فعادي بتزودوا لها انتوا لبن والدقيق كده لحد ما تتظبط معاكم، ماشي. بصوا كده يعني كده خلاص، ده القوام بتاعها، هو ده القوام بتاعها، بيبقى تقيل كده، هوريكوا دلوقتي بالظبط
بتتعمل ازاي على النار. هنا بقى البانكيكس الصحية دي بقى بديل الساندوتش، يعني مثلا صحيتوا من النوم ما لقيتوش عيش، محدش اشترى امبارح بالليل، عادي تقوموا تعملوا على طول بانكيكس كده، عجينه جواها كل المكونات اللي انتوا حابينها. عايزه اقول لكم ان احلى حاجه ان الوصفه دي حلوه قوي، ان انتوا اي حاجه عندكم في المطبخ في التلاجة قربت بقى الهواء بقى لها كتير موجوده في التلاجة، لا تقدروا ان انتوا تحطوا فيها المكونات اللي انتوا عايزينها. انا هحط في البانكيكس العاديه، احط بسطرمه، هحط مشروم في الاثنين. طيب انا بالنسبه لي الاهم ان انا احط مشروم في الصحيه، لان المشروم بيزود من قيمتها الغذائيه، وطبعا فيه بروتين كتير قوي، بروتين كويس قوي قوي قوي. ماشي، نقلب الكلام ده كويس قوي علشان دلوقتي هبدا احطه على النار. زي ما قلت لكم بقى تحطوا فيه سوسيس، بواقي فراخ عندكم من امبارح، بواقي لحمه مفرومه، اي حاجه. الوصفه دي ما بتقولش لا على حاجه خالص بجد. طيب حط بس بيت الفلفل الالوان ويلا بينا. هنجيب بقى زبده هنحطها على الطاسه بتاعتنا، هتشوف ان هي على النار بتتعمل في ثواني. ماشي، نرجع لموضوعنا تاني. الناس اللي بتخاف وبتتوتر من اقل حاجه وبتفقد جمال الشيء اللي هي دخلته واللي ربنا رزقها بيه مجرد ان هي مرعوبه وخايفه، انا عايزه انصحكم ان انتوا تستمتعوا باللي انتوا فيه. يعني حد داخل شغل جديد، لسه داخله جديد ومتوتر وخايف، في ناس بقى من كتر التوتر هي بتبقى مش شايفه قدامها، مرعوبه، حاسه بمسؤوليه. فكره برضو الجواز، البنات اللي لسه هتتجوز جديد، اول ما بتتجوز او قبل، لا قبل فتره الجواز دي مثلا، في قبل الجواز بشهرين هي بتبقى رعب، مش طب رعب رعب، هي مش مبسوطه. على فكره انا كنت من ضمنهم، بس انا ندمت بعد كده، ندمت ان انا ما عشتش الوقت ده كنت مبسوطه فيه ومستمتعه بيه، وقضيته في الخوف وفي التوتر، وان انا الحاجه مش هتتظبط، الحاجه مش عارفه ايه، حاجه كل حاجه هتتظبط معاكم بس وانتوا من غير توتر وقلق، وتبقوا عايشين كده في مود مش لذيذ، بتوتروا نفسكم وانتم المفروض تستمتعوا اصلا بالوقت ده. ماشي، دلوقتي حطيناهم على النار، ممكن كمان نشغل نار كمان علشان انتوا في لحظه هتلاقوها اتعملت. اول ما البانكيكس تبدا من فوق كده تعمل فقاقيع هوريها لكم برده، يبقى تعرفوا ان البانكيكس خلاص خلصت. ماشي، ننقلها على النار دي، كانكم بالظبط بتعملوا بيض اومليت، بس زودت عليه دقيق، زودت عليه بيكنج باودر، خلاص كده البانكيكس بتاعتكم خلصت. بصوا بقى، ده كده البانكيك الصحية. ماشي، ممكن برضو نجيب طبق كده علشان اول ما تجهز نطلعها على طول. انا بقى عندي عادة رهيبة في البيت، لازم لازم اي حاجة ابوظها وانا بطبخ على طول بصلحها، ما اطلعش اكل بره غير وانا كل حاجه نظيفه بالظبط، عشان كده لازم ننظف حوالينا على طول. دي احلى حاجه بجد، حتى المواعين، يعني طول ما انا بطبخ هتلاقوني الحلل والحاجات اللي انا خلاص بتبقى مش نظيفه لازم اغسلها قبل ما اطلع على طول. ماشي، ممكن نحط دي بدل دي بقى علشان النار هنا عاليه. انا بحب قوي الوصفات اللي بتبقى فيها كل الانجريدينتس اللي موجوده عندنا في الثلاجه، بتبقى لذيذه قوي وحلوه قوي وبتخلينا ما نرميش حاجه. الرمي ده اوحش حاجه في الدنيا، اتعلمت من مامتي ان كل حاجه نستغلها، مفيش حاجه نرميها. ممكن بقى نقطعها كده، ماشي، نبدا نطلع دي البانكيك الصحية بدقيق الشوفان. دقيق الشوفان من أحسن الحاجات، لذيذ قوي وحلو قوي،
عايز اقول لكم ان هو بيشبع بشكل مش طبيعي. يعني انتوا هتاكلوا الوجبه دي انتوا فاكرينها طبق صغير، بس هو حلو قوي، مش زي قد رغيف العيش، لا هو بيشبع قوي، فيه انجريدينتس كتير قوي تشبعكم. كده ناقص لنا البان كيك العاديه، هنسيبها بقى براحتها كده تستوي مع نفسها. معروفه يا جماعه ان اول بان كيك بنعملها ما بتبقاش مظبوطه، عادي جدا شكلها بيبقى ملخبط، بعد كده بتتظبط. وانا طبعا مش قاعده معاكم طول اليوم، فاول واحده دي شكلها مش عاطفي قوي، بس هي طعمها حلو قوي عشان هي ما اتقلبتش صح، بس صدقوني مش هتندموا عليها تماما. مش كده البان كيك خلصت، بس شايفين الجبنه سايحه ازاي. ممكن بقى نزينها كده بشوية جبنة. أهم من الطبق تزيين الطبق، بجد الموضوع ده بيفرق قوي، بيفتح نفس أي شخص، حتى لو أنتوا نفسكوا بس هتاكلوا لوحدكوا هيفتح نفسكوا على الأكل أكتر. وكده بقى معانا بانكيك سريعه جدا، مالكوش دعوه بالوقت اللي انا خدته عشان انا برغي معاكم وبتكلم معاكم، بس بجد هي سريعه جدا ما تاخدش اي وقت تماما. دي البانكيك العاديه ودي البانكيك الصحيه. الفرق ما بينهم دي الشوفان والجبن، عايزين تحطوا في العاديه جبن عاديه ماشي، في الثانيه هتحطوا جبنه قريش، ودي الشوفان بس كده، ده الفرق الوحيد. لبن خليكوا في اللبن كامل الدسم، حتى لو بتعملوا دايت لبن كامل الدسم احسن بكتير من لبن خالي الدسم. طيب انا مبسوطه ان انا كنت معاكم النهارده، وعايزه اقول لكم لكل ست بتحتار يا ترى هطبخ ايه النهارده وهعمل غدا ايه النهارده، قدامك على سكرين هتطلع لك وصفه غدا لذيذه قوي هتعجبك قوي، ان شاء الله تعمليها كده وتعجب البيت عندك، وما تحتاريش بقى تقعدي تسالي ناس كتير، خلاص انا ريحتك. يا رب يومك يبقى حلو، ويا رب يومكم كلكم يبقى حلو ان شاء الله.